لمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بني سويف وتحديدا قرية سدس الأمراء، هذه الزيارة وهذا الاستقبال الحافل من آلاف المواطنين ومتطوعي مبادرة حياة كريمة، كيف تراه في ظل التنمية الكبيرة الذي شهدتها المحافظة؟ هو في البداية طبعا مساء الخير لحضرتك وعلى السادة. أهلا بحضرتك. هي أنا شايف إنها زيارة مهمة جدا واستقبال عظيم، يعني استقبال جميل من أهالي بني سويف ومن قرية سدس الأمراء للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس تجاوب أيضا. كانت الميزة اللي فيها إنها من القلب للقلب، يعني صحيح الرئيس يتحدث للمواطنين من قلبه، هم المواطنين كمان بيتحدثوا مع الرئيس من قلبهم. وشفنا التجمع الكبير لاهالي محافظه بني سويف وهم بيحيطوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتحدثوا معه وبيطلبوا ان هو يزورهم في بيتهم، والرئيس ويستجيب هذه الدعوه وقدر ان هو وطلع وقعد مع الاسره المصريه ومشي في الشارع وتجول وابتدى يتحدث ويجري حوارات مع المواطنين. كان بصراحه استقبال عظيم جدا واستقبال من القلب للقلب زي ما بتقول. طبعا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف ده تاكيد على دور الدوله المستمر في عمليه التطوير والتنميه الشامله المستمره داخل الدوله المصريه، رغم الظروف الصعبه اللي بتمر بها الدوله جراء الازمات الاقتصاديه العالميه، الا ان الدوله مستمره. وزي ما قال سياده الرئيس وهو بيتحدث مع اعضاء التحالف الوطني وحياه كريمه، إن رغم الظروف لكن إحنا مستمرين، ومستمرين في بناء ومستمرين في تغيير وجه الصعيد. بالفعل الدولة اتجهت إلى التنمية الشاملة داخل صعيد مصر. إحنا شفنا لعقود طويلة جدا كان الصعيد ده مهمل بشكل كبير من جانب الدولة، ما كانش في أي حكومة بتسعى إنها تمد إيديها من أجل رفع المعاناة عن المواطن المصري اللي موجود في الصعيد. نتج عنها طبعا انهيار في البنية التحتية، نتج عنها قلة في التعليم، انتشار الأمراض جراء طبعا ما فيش مستوصفات أو خدمات صحية، نتج عنها أيضا أزمة حقيقية اللي هي الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى المحافظات الكبرى زي القاهرة والإسكندرية وخلافه، أثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية للدولة بشكل أو للمحافظات الكبرى. طبعا مع بداية عام 2014 والاستراتيجية اللي وضعتها الدولة للتنمية الشاملة، كان الاتجاه نحو الصعيد وتنمية الصعيد بشكل كبير وتقديم كل الخدمات اللي حرم منها أهل الصعيد لسنوات. وزي ما قلت لحضرتك لعقود طويلة تم إنشاء شبكة طرق لربط الصعيد بالمحافظات الأخرى أو المحافظات الصعيدية كلها بينها وبين بعض، تم إنشاء مدن جديدة زي ما شفنا، تم إنشاء مستوصفات ومراكز صحية. ده طبعا مع بداية دخول مبادرة حياة كريمة إلى الصعيد وتنمية الصعيد، لأن كل محافظات الصعيد وكل قرى الصعيد في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، فقدرت إن هي تمد يد العون لكل القرى الريفية. شبكة الكهرباء قدرت إن هي توصل لكل القرى، المياه العذبة قدرت إن هي توصل للمنازل، شبكات للصرف الصحي، دي كان شيء مهم جدا. أيضا إنشاء المدارس وإنشاء في كل قرية والمستوصف وأماكن للخدمات الحكومية لتقليل طبعا عمليات النزول من القرية للمحافظة من أجل إنهاء الأوراق الإلكترونية، كل ده قدرت الدولة إن هي توفره في محافظات وقرى الصعيد. إنشاء مدن جديدة ومساكن جديدة زي اللي احنا شفناها النهاردة وتنفيذها وتسليمها للمواطنين كاملة.